بسم الله الرحمن الرحيم. مع الفيديو الرابع في شرح كورس الاي بي اس 642 627 نتورك اي بي اس اند اي بي اس ديبلويمنت اركتكشر. ده عنوان المحاضره بتاعت النهارده. يمكن خلاص احنا قاعدين كل شويه بنقرب اكتر اكتر من الديبلويمنت، بنقرب اكتر من الامبلمنتيشن. خلاص يعتبر ده اخر موضوع نظري حاليا هنتكلم فيه، وابتداء من الفيديو رقم 5 هنبتدي نتكلم في عمليه الانستليشن والديبلويمنت للاي بي اس ازاي. بس يهمني قبل ما اقول لك يلا اتعرف على الجهاز، يلا نشغله، يلا نشوف الالرتس اللي هيعملها، لازم اهم حاجه يعرفك الاول ازاي بتعمل ديبلويمنت اركتكشر. انت دلوقتي اتنقلت او خلاص انت ممكن هتصادف في الشغل بتاعك ان انت اوريدي تلاقي الشركه بتاعتك بتقول لك احمد احنا هنجيب اي بي اس او هنجيب اي دي اس، او يحكي لك اصلا بروبلم من الاول يقول لك احنا عندنا مشكله كذا ومشكله اتاكس ومشكله ان في عندنا دينايل اوف سيرفيس على النتورك وعايزين نراقب الشبكه وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل من ورانا والترافيك بتاع الشبكه ده كله الباند ويدث بيتسحب مننا بيروح فين. فهم تلاقيهم بيسالوك بما انك انت نتورك سكيورتي انجينير، انت رايك يا احمد نجيب اي بي اس ولا نجيب اي دي اس؟ طب خلاص سين انت جبت ده او ده، نجيب انهي موديل؟ طب لما نجيبه هنعمل له ديزاين ازاي وهنحطه فين في الشبكه بتاعتي؟ السؤال ده جميل قوي. هنا بقى يا اما هتجاوبهم يا اما هتلاقيك انت نطيت من على الكرسي وبدات تجري من قدامه مرفوض. يعني هنا دلوقتي لازم اعرفك في الشابتر ده، انت لما تيجي تعمل عمليه امبلمنتيشن الاي بي اس بتاعك او الاي دي اس هتحطه فين في الشبكه، ولما تيجي اصلا تنزله جوه الشبكه بتاعتك هل في شويه متطلبات لازم تكون اوريدي موجوده قبل ما تحطه ولا لا؟ مش جاست كده بقول يلا يا جماعه نجيب اي بي اس ومبسوط بقى اللي هو جهاز جديد وفتحت الكرتونه وطلعته، طب احطه قبل السويتش ولا بعد السويتش؟ طب انا عندي اكتر من سويتش، طب ايه الفرع بالظبط اللي عايز اراقبه؟ طب احطه هنا ولا هنا ولا هنا؟ فاهمني؟ فعشان كده لازم كنت تعرف الاول الاركتكشر او النظام او الديزاين اصلا شكله ازاي. عشان كده في الشابتر ده او في المحاضره دي هتكلم على نقطتين فقط. اول نقطه وهي السنسور ديبلويمنت كونسيدريشن، بعض الحاجات الاساسيه او بعض المتطلبات اللي لازم تكون موجوده قبل ما تعمل ديبلويمنت للسنسور بتاعك، وشرط انها تكون موجوده. تاني حاجه ازاي نعمل امبلمنتيشن جايد لاين. جايد لاين مجرد شويه افكار او شويه اقتراحات عليك او شويه ريل كيسز من الواقع، يعني بقول لك انت على حسب الشبكه بتاعتك لو هي شبكه لان يبقى يفضل تعمل اي بي اس بالشكل الفلاني، لو هي شبكه داتا سنتر يفضل تعمله بالشكل الفلاني. اوكي خلينا نبتدي. ففي البدايه خالص بيقول لك انا لما اجي اجيب اي بي اس او اي دي اس او اجي اعمل لهم عمليه انستليشن، ده كل ده بيعتمد على حسب النتورك بتاعتي او على حسب المبادره من الشركه. الشركه هي اللي قالت خلاص فجبنا الجهاز، طب لما اجي اعمل له عمليه ديبلويمنت احطه فين في الانفراستراكشر بتاعتي؟ احطه فين على الاسيتس؟ الاسيتس ديت لو تفتكرها من السي سي ان سكيورتي كنا اتكلمنا فيها محاضره كامله عن الحاجات الاساسيه الحاجات النظري. بقول لك دايما لما تيجي تعمل سكيورتي على الشركه يا اما تعمل سكيورتي فيزيكال يا اما تعمل سكيورتي معنوي. بقول لك ايه؟ شوف الاسيتس، شوف ايه هي المحتويات او ايه اهم حاجه عندك في الشركه وبتحميها، وليكن مثلا الفاينانشال ديبارتمنت، وليكن مثلا الداتا سنتر، وليكن بيانات العملاء، دي حاجات مهمه بالنسبه لك فانت بتحاول تعمل لها سكيور. فانا دلوقتي لما اجي اجيب الاي بي اس او الاي دي اس ده او ده بجيبهم على حسب الشركه. الشركه هل هي عايزه تعمل اليرت فقط بتنبهني فقط وانا من نفسي انا اعملها بايدي، ولا اوتوماتيك انا بعرف ايه اللي حصل وعايز انا اعمل له اكشن اوتوماتيك؟ فده او ده بختارهم على حسب ايه. عشان كده خليني هنا بقول لك لما نيجي نختار اي بي اس او الاي دي اس بيكون في عندي اربعه كونسيدريشن او اربع نقط لازم بفكر فيهم الاول. اول حاجه بتكلم في السكيورتي نفسها، ازاي السكيورتي هتتطبق في وجود الاي بي اس والاي دي اس. تاني حاجه الاي بي اس او الاي دي اس بتاعي هشغلهم في انهي مود؟ في البريفنشن مود او الديتكشن مود. ما هو انا عندي يا اما اي بي اس يا اما اي دي اس، لو اي دي اس هيعمل ديتكت فقط، انما لو انا عندي اي بي اس الاي بي اس بيعمل حاجتين، بيعمل بريفنشن وديتكشن. طب هشغله بريفنشن ولا ديتكشن؟ تالت حاجه البرفورمانس، دي برضو حاجه لازم ابص لها في الاي بي اس او الاي دي اس بتاعي، البرفورمانس بتاعهم شكله ايه؟ هل هيزود لي كفاءه الشبكه بتاعتي ولا هيبطئها ولا هيعدي حاجات ولا ايه بالظبط؟ في عندي حاجه كمان الاخيره الفيرشواليزيشن ريكويرمنت، دي حاجه هنتعرف عليها في الجزء العملي. بقول لك ان انت عندك الاي بي اس بيشتغل كانه اكتر من فيرشوال سنسور، كل عندك انترفيسز بير او كل اتنين انترفيسز او كل انترفيس بشغله كانه اي بي اس لوحده. فشوف بقى انت الاي بي اس بتاعك هتشغله على كام انترفيس. فهل الاي بي اس بتاعك بيدعم فيرشواليزيشن، بيدعم ان انا ممكن اشغله كاكتر من اي بي اس انترنال ولا لا؟ فخلينا نبتدي باول حاجه السكيورتي.
السكيورتي دلوقتي لما اجي اعمل لها عمليه امبلمنتيشن جوه النتورك بتاعتي، ببص على بعض النقط، او قبل اصلا ما ابص على بعض النقط انا بختار هشغل اي بي اس ولا اي دي اس على حسب ايه. فانا بيكون عندي في النتورك بتاعتي لما اجي احط الاي بي اس احطه ازاي؟ قال لك بتحطه في اي مكان في النتورك، ممكن تحطه على شويه هوستس، او تحطه على الهوستس اللي انت شايف ان هي ضعيفه، او الهوستس بتاعت المدير او بتاعت رئيس القسم او الناس اللي هم الفاليبل عندي في النتورك. فانا لما اجي احط الاي بي اس والاي دي اس بقول لك انا احطه على مين فيهم. فده اول مكان، اول مكان بيجي في دماغي لما اجي احط الاي بي اس بتاعي احطه على اي حد انت شايف ان هو لازم يكون عنده اي بي اس. هو ده الراجل ده اللي عليه العين، هو ده الراجل اللي معرض للاتاكس، فانا عايز احميه على قدر الامكان. تاني مكان ممكن احطه فيه، قال لك حطه جنب اي حاجه هاي فاليود اسيتس. دي اللي كنت بقول لك عليها، الحاجات اللي كانت في الان سكيورت، اي حاجه مهمه عندي جدا في الشركه، الحاجه ديت ما ينفعش اسيبها كده، ممكن تتسرق، ممكن حد يعملها هاك، او فيزيكال السكيورتي بتاعها مضروب، فاي حد ممكن يشوف ايه البيانات اللي ماشيه فيها. ولكن مثلا داتا سنتر، الداتا سنتر بتاعتي في الشركه هي اللي بتكون لما كل بيانات العملاء، كل الديتيلز، كل قواعد البيانات، كل الترافيك اللي معدي في الشركه موجود في الداتا سنتر. فدي بالنسبه لي هاي فاليود اسيت، لازم بحاول بقدر الامكان ان انا احط الاي بي اس او الاي دي اس عليه. المكان الثالث اللي ممكن احطه عليه، قال لك اي مكان داخل النتورك بتاعتك بتحطه مثلا على الانفراستراكشر عشان تحميها. وليكن مثلا عندك بعض الوان لينك، عندك الشركه بتاعتك فرع مصر مثلا مربوطه بفرع السعوديه، ففي وان كونكشن بينكم انتوا الاثنين، الوان كونكشن ده في ترافيك بيعدي من هنا يروح الفرع بتاع السعوديه وبيرجع لمصر تاني، فانا عايز احط عليه اي بي اس او اي دي اس عشان اخلي الدنيا تكون محميه، مفيش اي ورم، مفيش اي فلودنج ورم تتنقل ما بين الفروع. يعني مش كفايه بس مثلا يكون الفرع بتاع مصر اتضرب في ورم دخلت على النتورك بتاع بوظ الدنيا، لا ده انت هتلاقي الورم كمان اتنقلت راحت للسعوديه. فعشان كده كان لازم احط لك اي بي اس اي دي اس بيقف كده على الترافيك قبل ما يطلع من مصر، بيقول لك لا دي تقف ما تروحش. اخر مكان ممكن احطه فيه بالنسبه للسكيورتي كونسيدريشن، ان انا بحطه على البريميتر تشيك بوينت، اي حاجه على الحدود بتاعت النتورك بتاعته، وليكن مثلا فاير وول، وليكن اي حاجه فاصله ما بين الشبكه الداخليه وما بين الشبكه الخارجيه، ما بين اللان وما بين الوان، فاقوم حاطط اي بي اس ما بينهم، بحيث اي حاجه يلي من بره من على الانترنت بدل ما تخشها على طول وتبوظ الشبكه الداخليه بتاعتي، لا اول حاجه بتعدي على الاي بي اس. فخليني كده تاني اقولهم لك سريعا، لما اجي احط او اعمل كونسيدريشن السكيورتي بتاعتي في الاي بي اس او الاي دي اس، قدامي اكتر مكان ممكن احطهم فيه، يا اما احطه على اي مكان داخل الشبكه بتاعتي، على بعض مثلا هوستس انا شايف ان هي ضعيفه او فيها فولنربل، احطه مثلا على جهاز المدير، على جهاز رئيس القسم زي ما قلت لك، بحيث هي هتنبهني في اليرت بيتعمل، بحيث هو اوتوماتيك هيعمل اكشن او هيعمل بريفنت، طبعا لو انا حاطط اي بي اس، او هو يا دوب بيعمل لي اليرت وانا كنتورك ادمنستريتور ببتدي اخد الاكشن اللي عايز اعمله. تاني مكان جنب اي حاجه هاي فاليود اسيتس، جنب اي حاجه مهمه، وليكن مثلا زي ما قلت لك داتا سنتر، ممكن بعد كده احطه على الوان لينكس بتاعتي او اي حاجه جوه النتورك انفراستراكشر. انفراستراكشر يعني كابلات، هاردوير، سويتشات، تمام، الحاجات دي لازم بتكون مهمه جدا ان احميها. اخر مكان على الحدود بتاعت الشبكه بتاعتي، على البريميتر، البريميتر اللي هي الحدود او المحيط بتاعي، وليكن مثلا زي ما قلت لك الفاير وول او البروكسي سيرفر اللي فاصل ما بين الشبكه الداخليه والشبكه الخارجيه. فده كان بالنسبه لاول حاجه من الكونسيدريشن وهو السكيورتي. طب تاني حاجه بقى بالنسبه للكونسيدريشن، هتشغل الاي بي اس بتاعك بريفنشن مود ولا ديتكشن مود؟ يعني بريفنشن فيرسس ديتكشن. قال لك دلوقتي لما تيجي بتعمل ديبلوي للاي بي اس بتاعك، على حسب انت عايز تعمله انترنال ولا عايز تعمله، قصدي ديتكشن ولا عايز تعمله بريفنشن. بس خلي بالك حسب الادمنستريتور، في سكيورتي ادمنستريتور بيقول لك انا عايز اعمل اي حاجه بتجيلي بقارنها بالسيجنتشرز رولز اللي عندي، وبعد كده بخلي الاي بي اس ياخد اجريسيف ريسبونس. اجريسيف يعني عنيف، يعني هو من نفسه كده الاي بي اس هيعمل لي بلوك او هيعمل لي دروب او هيعمل لي بلوك ودروب، دي انا بكون مظبطها. يا اما الحاجه الثانيه قال لك لو انت خليته ديتكشن فقط، هو يا دوب والاونلي اليرت يو، يا دوب بس هعمل لك اليرت وانت بتشوف بعد كده بقى. دي بتساعدك انت لما تيجي تعمل فرونسك او بتيجي تعمل تحليل جنائي كده تشوف ايه اللي حصل بالظبط. فانت على حسب النتورك ادمنستريتور، ده اول حاجه. تاني حاجه على حسب الشركه نفسها، في شركات تقول لك لا انا عايزك تعمل لي ديتكشن بس، يعني زي تعمل لي فلتر كده تقول لي ايه اللي حصل وخلاص، انما ما توقفليش الترافيك، عشان الترافيك ده كان ممكن يكون مهم جدا بالنسبه لي، وانت لما وقفته دلوقتي
بسبب ان الاي بي اس محطوط جواه رول بيقول لك وقف الرول او وقف الشكل ده، فانت كده دلوقتي عطلتني، عطلت الشركه. لا لا، عديني، خليني اعدي الشغل بتاعي، وبعد كده انا في اخر يوم هبقى اشوف ايه اللي حصل بحيث بعد كده احاول امنعه. اوكي، بس خلي بالك في نقطه حلوه قوي. اغلب الشركات حاليا بتقول لك يا عم انا هجيب اي بي اس، الاي دي اس ده يعني هو زي قلته، يا دوب بس هيعرفني وخلاص، اكنه كده انا عندي مربي كلب قدام البيت والكلب ده بيهوهو على الناس وخلاص، ولو حد هش فيه كده ولا حد خبطه هيسكت. لا يا عم، انا عايز كلب كده يمسك في الناس ويعض فيهم. ليه؟ اصلا دلوقتي طالما انا الكلب اللي بيعض في الناس ده اللي هو الاي بي اس موجود، فانا خلاص معتمد عليه، مش محتاج انا اكون موجود، انا خلاص مطمن للكلب ده، انا اوتوماتيك بره الشركه بتاعتي، انا مسافر، انا في الفرع التاني، في الفرع التالت، انا اوتوماتيك عارف لو في حاجه ايرور حصل او اي حاجه مش مظبوطه حصلت الاي بي اس هيوقفها. تمام؟ انما الاي دي اس يا دوب بس هو بيعرفني، يقعد يهوه هو خلاص، يقعد يعمل لي اليرت. طب وبعدين؟ هو يا دوب بس عرفني ان في حرامي دخل دلوقتي، وما عرفنيش اعمل ايه، ولا مسك الحرامي ده، ولا قال للحرامي ده اجيبه تاني ازاي. تمام؟ فالاي دي اس بعض الشركات لو عندها اي دي اس انتروجن ديتكشن بيقول لك انا عندي نتورك سكيورتي انجينير مسؤول عنه، كل مهمتك ان انت قاعد بتراقب المونيتور بتاع الاي دي اس، حاجه مش مظبوطه حصلت فانت بتقوم حللها على طول، في مشكله حصلت فعلى الاي دي اس اكتشفها وقفها. تمام؟ فهي في بعض الشركات بتحسبها ازاي، يقول لك انا لما انا هجيب الاي بي اس اشغله وهنساه، كل فتره كده عايز متابعه وخلاص. سي مثلا جبته ب 5000 جنيه. تمام؟ انما لو جبت الاي دي اس هجيبه مثلا ب 2000 جنيه، بس انا هقعد جنبيه مهندس عشان يراقبه لي او يشوف لي ايه الحاجات اللي بتحصل فيه، المهندس ده انا هديله كمان 2000، يبقى تقريبا نقول هي هياها يعني، ده انا هجيب كمان واحد وده بياخد كل شهر مني فلوس، طب ما انا اجيب اصرف مره واحده على الاي بي اس وبريحني وخلاص. بس خلي بالك برضو اثناء المتابعه بتاعتك على الاي بي اس انت مطالب ان انت تحل المشاكل بتاعته، وفي نفس الوقت الاي بي اس المشاكل بتاعته بتكون مجعلصه شويه، بتكون كبيره وبتكون رخمه. فعايز واحد يكون اوريدي محترف في التعامل مع التيوننج بتاع الاي بي اس، تعرف ازاي تظبط الاي بي اس بتاعك على حسب الحاجه بتاعت الشركه، عشان في كيسز كتير هتقابلها في حياتك العمليه هتلاقي انت بتظبط حاجه تلاقيك ضربت حاجه تانية، تلاقيك الشبكه اللي هي السبنت مثلا 192.168.10 خلاص الشبكه عندهم مظبوطه والترافيك كله بيعدي، تلاقي السبنت اللي هي 172 ده يقول لك لا احنا الترافيك واقف من عندنا، الناس بتشتكي يقول لك احنا عندنا بنفتح المواقع والتانيين لا، الناس بتقول لك احنا بنعمل تلنت والتانيين لا، الناس بتعمل بينج، فانت محتاج تظبط وبتكون اوير بكل النتورك بتاعتك عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. عشان كده اغلب الشركات برضو لما تيجي بتعمل عندها اي بي اس سيستم او انتروجن ديتكشن سيستم يفضل ان يكون ماسك البروجكت ده واحد كان معاهم في الشركه من الاول خالص، يعني انت من البدايه كنت معاهم خالص في عمليه الانستليشن وعمليه الديبلويمنت بتاعت الاي بي اس او الاي دي اس، انت كنت موجود وشفت الرولز اللي بتتكتب وشفت الشركه ايه اللي فيها بالظبط. انما ما ينفعش اعمل الدنيا دي كلها واقوم جايب حد من بره اقول له بص انا دلوقتي الشبكه بتاعتنا كذا كذا يلا عيش بقى، ده هتلاقي هيتعب قوي في البدايه. فعشان كده بعض الشركات يقول لك احنا عايزين نتورك سكيورتي انجير عشان هنعمل سوليوشن او داخلين مناقصه، هنعمل اي بي اس سيستم للمستشفى الفلانيه او للشركه الفلانيه، فتلاقيك انت ماسك المشروع ده من اوله كله لحد اخره. فهمتني كويس قوي؟ فبعض اول او في بعض الاوقات او سيسكو بتقول لك الريكومندد بتاعك البيست براكتس، يعني انت لما تيجي تعمل ديبلوي للسنسور خليه يكون بريفنتيف مود. زي ما قلت لك البريفنتيف مود الميزه اللي فيه الجميل قال اللي هو هيعمل اوتوماتيد بريفنشن اوف اتاكس، يعني هو هيعمل اوتوماتيك بريفنشن، هو جاست قال لك دلوقتي انا عملت اليرت اكتشفت ان في اتاك حصل، واوتوماتيك على حسب الرولز او على حسب الاكشن اللي انت قايله لي لو حصل حاجه اعمل كذا، فهو اوتوماتيك عمل لك الكلام ده وخلاص خلصت. على عكس الاي دي اس، الاي دي اس زي ما قلت لك هو يا دوب هيديتكت وخلاص. فعشان كده قال لك هنا مع الاي بي اس ادمنستريتور هي انفست سام تايم فور انيشال كونفيجريشن فقط، يعني انت كل مطلوب منك لو انت عندك اي بي اس الادمنستور بتاعك كل هيعمله لو هيقعد شويه وقت بس في البدايه بيبتدي يعمل له عمليه انيشال كونفيجريشن، يقعد يظبطه كده يغير فيه شويه حاجات وبعد كده يسيبه بقى. تمام؟ وبرده هنا بيقول لك المود ده عايز خبره عشان يتظبط كويس، عشان لازم يكون في دقه في التعامل بتاعه عشان يعمل انيبل للبريفنتيف اكشن. فعشان كده قال لك انت كادمنستور لازم تكون هايلي كواليفايد انت من البدايه خالص، انت واحد فاهم انت بتعمل ايه، فكل حكايه قلت لك الشبكه عندنا كذا عايزين نعمل كذا، خد وقتك واعمل لي البروجكت ده. خلصته يا جماعه وظبطت كل حاجه وظبطت الرول وظبطت السيجنتشر، بس كل حاجه مظبوطه خلاص انساه بقى شويه. وانت جاست انت بس بتعمل تشيك اوت كل فتره كده تشوف الدنيا ماشيه ولا لا.
حلو كويس قوي. قال لك في بعض الاوقات النوع التاني، في بعض الادمنستريتور يقول لك لا انا عايز اعمل اظبط السنسور بتاعي اللي هو يشتغل ديتكشن مود، بس خلي بالك الديتكشن مود ما بيعملش اجريسيف ريسبونس، يا دوب هو بيعمل بات انستيد، بيعمل اليرت بس، ويعمل لك كابشر للنتورك ترافيك ويقول لك يلا شوف الترافيك ده انا شاكك فيه، شوفه كده اتاكد هل فعلا صح ولا لا. تمام. فعلى حسب حجم الشركه بتاعتك، على حسب الادمنستريتور بتاعك كواليفايد ولا لا، على حسب ايه الرولز اللي عايز يطبقها في الشركه، هل الشركه ممكن اوقف فيها ده لو حصل منه غلط، ولا في شركات تقول لك لا لا مشي مشي كده ما توقفليش شغلي وانا هبقى اشوفه انا في الاخر. فعشان كده كان البريفنشن مود او الديتكشن مود ده كان لازم كونسيدريشن معايا مهم جدا وانا بعمل عمليه امبلمنتيشن للنتورك بتاعتي. كويس قوي. نيجي لثالث نقطه وهي البرفورمانس. البرفورمانس لازم نقطه بنركز عليها او الادمنستريتور بالذات بيركز عليها بالنسبه للسنسور اللي بيشتريه الشركه، او لو الشركه كلفتك قالت لك اشتري لنا انت السنسور، او لو الشركه جابت لك سنسور بتقول لك اعمل لي عليه تيست شوف كده شغال ولا لا. فانا انا كتستر بالنسبه للكيس دي بس، او انا كنتورك ادمنستريتور موجود في الشركه، ببتدي اعمل اوبريت او ببتدي اظبط شويه حاجات في السنسور كده. هم ثلاث معايير بالظبط اللي هبص عليهم. السنسور بتاعي ده سواء كان اي بي اس او اي دي اس بياخد كام كونكشنز بير سكند؟ يعني هبتدي اعمل فلود كده على النتورك وابتدي اعمل لود ضغط عليها جامد وابتدي اشوف كده الاي بي اس بتاع ده هيعرف يهندل كام كونكشن في المره الواحده في الثانيه الواحده. في اي بي اس يقول لك لا انا عادي اخد اي عدد من الترافيك او اي عدد من الكونكشنز. في اي بي اس تاني تلاقيه بياخد وقت، تلاقيه بطيء، الرولز بتاعته كتيره والسيجنتشرز متقلاه فعشان كده بياخد بروسيسنج كتير قوي. في واحد ممكن تتلاقى الميموري بتاعته بطيئه. تمام. وده برضك لو جينا نبص على التاني حاجه اللي هي الديلي، الديلي تلاقيها بتكمل كلامنا في الكونكشنز بير سكند. يعني انت كونكشن بير سكند دلوقتي لو سريعه هتلاقي مفيش ديلي، مفيش بطء. تمام. انما لو بطيئه فيبقى معدل الديلي هنا او معدل التاخير كبير، وده طبعا ما يصحش ما ينفعش. زي ما قلت في فيديوهات سابقه ان دلوقتي لو في عندي ديلي في الاي بي اس بتاعي او الدنيا بطيئه فهتلاقي الترافيك بيقف. فانا المفروض الشركه دلوقتي بتاعتي بتستنى مثلا واحد بيفتح موقع، واحد بيفتح كونكشن، واحد بيبعت حاجه لحد، فقبل ما تعدي من السنسور بتاعه ويعمل لها تيست ويفكها يعمل لها فراجمنت ويعمل لها دي ري اسمبلي تاني ويرجع تاني يبص جوه الباكت ويرجع يبعتها لي، الكلام ده كله بياخد ديلي وقت. الكلام ده كله ليه؟ عشان البروسيسور بتاعي مثلا السنسور بتاعي بطيء، او الرامات قليله، او الثروبوت معدل نقل البيانات او الاستلام الباند ويدث بتاعه نفسه بطيء. وده برضه تفتكرها من تاني فيديو اتكلمنا فيه على انواع السنسورز وانواع المديولز، عرفنا ايه هو الثروبوت بتاع كل واحد، وقلنا اعلاهم اللي هو 4270 كابلاينس، ده اعلى جهاز ممكن ياخد ثروبوت لحد 4 جيجا. يعني يشيل نتورك الباند ويدث بتاعها 4 جيجا عادي جدا وما يشتكيش منك. انما في بعض الاجهزه تتلاقي الثروبوت بتاعها قليل. فعشان كده كنا قلنا يفضل لو انت عندك الثروبوت بتاع الشركه بتاعتك كبيره وما عندكش الماديات اللي هي تجيب ال 4270 الكبير، ممكن تجيب شويه صغيرين زي مثلا 4220 او 4240 اللي هم الصغيرين. فانا هنا بالنسبه للبرفورمانس دول عندي ثلاث عناصر بيأثروا على البرفورمانس بتاع الاي بي اس بتاعي. ايه هي عدد الكونكشنز بير سكند؟ عدد الكونكشنز في المره الواحده، وايه هو معدل التأخير بتاعي؟ بتأخر ولا سريع؟ ومعدل نقل البيانات في الثانيه الواحده اللي ممكن يعالجها السنسور بتاعي. نيجي على اخر حاجه بالنسبه للكونسيدريشنز هي الفيرشواليزيشنز ريكويرمنت. زي ما قلت لك وانا بتكلم في الاجنده او في المحتويات بتاعه الكورس خالص المحاضره دي خالص في الاول قلت لك كل ما يزيد عدد فيرشواليزيشن في السنسور بتاعي كل ما كان احسن. لما نيجي ندخل في العملي هنعرف ان السنسور بتاعي كل سنسور او كل في اس فيه، ولما نيجي نشوف السنسور فيرشواليزيشن هنرمز له بفي اس فيرتشوال سنسور، في في اس 0 في اس 1 في اس 2 في اس 3. كل فيرتشوال سنسور بياخد عدد معين من الانترفيس. يعني مثلا انت عندك السنسور بتاعك رابط لك ما بين الشبكه الداخليه والشبكه الخارجيه، ففي عندك هنا اثنين انترفيس. فبقول لك حاليا السنسور بتاعك اكن فيه سنسور، هو دلوقتي اكنه شغال. بتطبق عليه شويه بوليسي ما بين الشبكه الداخليه والشبكه الخارجيه. تمام؟ يبقى دلوقتي السنسور بتاعك مشغول ما بين الاثنين انترفيس دول. طب افرض دلوقتي انا زودت عندي ديبارتمنت زياده، شبكه مثلا دي ام زي او شبكه ثالثه او شبكه رابعه. طب دلوقتي السنسور هو اوريدي مشغول مع الانترفيس اللان وانترفيس الوان، طب هيعمل ايه مع الشبكات اللي ضفتها زياده؟ فقدامك حل من حلين، يا اما يكون السنسور بتاعك بيدعم ان انت تعمل جواه فيرتشوال سنسور جديد
يعني ممكن تعمل فيرتشوال سنسور واحد او فيرتشوال سنسور اتنين او فيرتشوال سنسور تلاتة، بحيث هو في نفس الوقت وهو شغال مع اللان والوان يقدر يشيل الشبكتين الداخليتين اللي انت ضفتهم جداد. يا اما الحل التاني بتاعك ان انت تشتري سنسور جديد عشان يشيل الشبكتين اللي انت ضفتهم. تاني بقولها، كل ما زاد عدد الفيرتشوال سنسورز في السنسور بتاعي كل ما دي كانت حاجة كويسة. كل ما زاد عدد الفيرتشوال سنسور كل ما كان الاي بي اس بتاعي بيعرف يعالج ترافيك اعلى. هنعرف في حاجه في العمل اسمها الانترفيسز بير، كل بير بيكون ليهم فيرتشوال سنسور، فكل ما زاد عدد الانترفيس بتاعتي كل ما كان عايز عدد اكتر من الفيرتشوال سنسور. فاحنا هنعرف في الشغل بتاعنا في فيرتشوال سنسور 0 او 1 او 2 او 3 على حسب الابلاينس او على حسب الموديل بتاع السنسور اللي هنشتغل عليه باذن الله. فدي برضك حاجة مهمة، كل ما زادت virtualization sensors كل ما كان دي حاجة أحسن بالنسبة للشبكة بتاعتك. خلصنا من ال considerations، نقولهم تاني سريعا، أربع حاجات: ال security وال prevention mode or detection mode، prevention mode or detection mode. ثالث حاجة ال performance، رابع حاجة ال virtualization requirement. دول أربع حاجات بيأثروا على ال IPS أو ال IDS بتاعي لما أجي أضيفهم في النتورك بتاعتي. طب نبتدي ندخل بقى على ال implementation guideline. الامبلمنتيشن بتاعي بتاع الاي بي اس لما نيجي نشوفه هتلاقيه بيتمثل في اربع نقط تقريبا. يا اما الاي بي اس او الاي دي اس بتاعي بضيفه على الانترنت ايدج او الانتربرايز نتورك، او يا اما بضيفه على الوان، يا اما بضيفه على داتا سنتر، يا اما بضيفه على السنترلايزد كامبس. دول اربع اشكال او اربع اشهر اربع نتورك ديزاينز بيقابلوني لما اجي اضيف الاي بي اس بتاعي. يعني انت عندك الشركه بتاعتك يا اما هتلاقيها انترنت ايدج، يعني مثلا اول سيرفيس بروفايدر، يا اما هي اصلا جواها داتا سنتر وبقول لك احنا عايزين نضيف الاي بي اس عليها، يا اما هي اصلا رابطه اكتر من فرع مع بعض، يعني عامله شبكه وان، وليكن المثال اللي كنت قلته من شويه الشركه بتاعتنا لها فرع في مصر وفرع في السعوديه وعايزين نعمل لهم اي بي اس، يا اما انت عندك شبكه داخليه جوه كده اسمها سنترلايزد كامبس. فانت لما تيجي تضيف الاي بي اس بتاعك بتضيفه على حاجه من الاربع حاجات دول. فايه اشهر الاشكال او الجايد لاين بالنسبه لك دلوقتي؟ المرشد بتاعك دلوقتي هقول لك ازاي بنضيفه. خلينا اول حاجه نبص على الرسمه دي. الرسمه دي تقريبا لما لك كل اشكال الشبكات اللي كنت بتكلم عنها. ده شكل مثلا مانجمنت نتورك، دي مثلا عندي فاير وول وفي عندي هنا الاي بي اس حطيته، وبعد كده في عندي شبكه داخليه. ده شكل هنا الاي بي اس محطوط هنا. في عندي هنا الريموت اكسس سيستم، شبكه بعيده. ده هنا مثلا وليكن اي كان ده سويتش تقريبا، وده هنا اول سيرفر، وده عندي هنا الاي بي اس محطوط. في عندي هنا بزنس بارتنر اكسس، في شبكه ثانيه اهيت. متوصل هنا سنترلايزد كامبس فيها برضك الاي بي اس، فيها انترنت ايدج. عندي هنا انترنت وعندي هنا فاير وول، وفي عندي هنا بعد كده الشبكه الكوربريت نتورك اللي هي الشبكه الداخليه بتاعت الشركه بتاعتي، فالاي بي اس لا محطوط هنا ومحطوط هنا. في عندي هنا الريموت برانش او الريموت اوفيس، فهتلاقي هنا الشبكه بتاعتي ممكن اضيف هنا الاي بي اس. في هنا عندي سنتر، هتلاقي على كل سيرفر محطوط اي بي اس. فدي الشكل او شكل توبولوجي كده بيوضح لك الاي بي اس لما يجي بتحط ازاي. فاحنا هنا قلنا ممكن يتحط او اشهر الاماكن بتحط عليهم هم اربع اماكن: يا اما السيرفيس بروفايدر، يا اما الشبكه الوان، يا اما الداتا سنتر، يا اما السنترلايزد كامبس. فخلينا كده نعرف كل واحده من الاربع حاجات دول ازاي بيتعمل امبلمنتيشن للاي بي اس. خلينا نبتدي بالانتربرايز اور بروفايدر انترنت ايدج. قال لك الانترنت ايدج يا دوب هي شبكه بتفصل لك ما بين الشبكه الخارجيه اللي هي البابليك او الاكسترنال وبين الشبكة الداخلية. تعتبر دي هي الواجهة بتاعتك على الانترنت. خلينا كده نبص على الشكل بتاعها اهي. الشكل الشبكة ديت بقول لك دي هنا الكوربريت نتورك، دي الشبكة بتاعت الشركة بتاعتك او قول الشبكة الداخلية. ودي شبكة الانترنت. دول كده على بعضهم كده بنسميهم الاي اس بي او السيرفيس بروفايدر او الانترنت ايدج. هنا في النص مثلا في فاير وول بيفصل ما بين الشبكة السكيورتي دومين ده والسكيورتي دومين ده. فانا دلوقتي لما اجي اعمل امبلمنتيشن الاي بي اس بتاعي بحطه فين؟ قال لك لما تيجي تعمل امبلمنتيشن الاي بي اس بتاعك عندك شبكه بتاعت الانترنت ايدج بابليك فيسنج نتورك انفراستراكشر. قال لك في عندك حاجات مهمه جدا انت بتهتم بيها. اي حاجه للانترنت عشان تخش جوه على الانفراستراكشر بتاعتي بتاعت الانترنت ايدج فلازم هنا بحط اي بي اس. دخلت على الفاير وول، الفاير وول بتاعي عشان اتنقل هنا على السيرفرات الموجوده عندي في الاي اس بي بقوم حاطط هنا كمان اي بي اس. عشان الشبكه بتاعتي او الانترنت كونكشنز اللي جايه لي من بره او اي ترافيك جاي لي من الانترنت عشان يخش جوه الكوربريت نتورك فقمت حطيت هنا اي بي اس. تمام؟ فطبعا ده ريكومندد ليك، يعني مش دي مش حاجه اجباريه، بيقول لك دلوقتي ايه هي الانترنت ايدج؟ ايه هي الكاونتر ميجرز او ايه هي الاتاكس او الحاجه اللي بتحصل عليه؟ او هو معرض لايه؟
فعشان كده انت يفضل او ريكومندد ليك بالنسبه لو انت الشركه بتاعتك انترنت ايدج، الجايد لاين بتاعك او انا انصحك ان انت تخلي فيه اي بي اس مواجهه الانترنت، واي بي اس على اول الشبكه الداخليه، واي بي اس على الانترنت ايدج، بحيث كل منطقه تكون معزوله عن الثانيه. اي ترافيك هيجي الانترنت عشان يخش على الكوربريت، اول حاجه هيعدي من الاي بي اس ده، وبعد كده هيعدي من الاي بي اس ده. تمام؟ لو تفتكر برضو مصطلح اسمه ديفنس اند ديبس، قلت لك ان انا بحاول بقدر الامكان لما اجي اطبق سكيورتي في الشركه بتاعتي او في المؤسسه بتاعتي بخلي السكيورتي عباره عن لايرز. عديت من الجهاز ده بتلاقي الجهاز الثاني، عديت من الجهاز الثاني بتلاقي الجهاز الثالث، بحيث بقدر الامكان ان انا بجهد عمليه الاتاكينج او عمليه الدينايل اوف سيرفيس اللي انت بتعملها، بحاول بقدر الامكان اقللها وما تحصلش. ده كان بالنسبه للشركه الانترنت ايدج او الشكل بتاع الانترنت ايدج. خلينا نبص على تاني حاجه وهي الوان. لو انا عندي شبكه وان، قال لك الشبكه وان هي فكرتها، لو انت دلوقتي سالت واحد يعني ايه شبكه وان، يقول لك شبكه مكونه من اكتر من فرع، والفروع ديت متوزعه على مستوى العالم، يعني جيوغرافيك ديستريبيوتد، يعني هم متوزعين. بتلاقي الشركه بتاعت فرعها في مصر، فرعها في السعوديه، كمان فرع في الامارات، كمان فرع في امريكا، فالشركه لها اكتر من فرع. الفروع دي كلها مع بعض بنسميها وان او وايد اريا نتورك، شبكه كبيره او شبكه انترنت. فعشان كده الشبكه ديت ممكن تتعرض للاتاكس. قال لك في بعض الاتاكس او اشاره بتتعرض ليها الشبكه الوان. اول حاجه قال لك الاتاكس الاجينست الانفراستراكشر بتاعتي، زي ما قلت لك سي مثلا ليا السيرفر بتاع الشركه بتاعتنا في الامارات، ففي اتاكرز مسلطين نفسهم عليه وبيحاولوا يوقعوه. بيوقعوه ازاي؟ وهم لو وقعوا الفرع بتاع الامارات هياثر على بقيه الفروع الثانيه. وخلي بالك كمان الشبكه الوان دايما بيكون فيها سنترلايزد بوينت، يعني مثلا بقول لك الفرع الرئيسي للشركه موجود في مصر، والفرع بتاع الامارات والفرع بتاع السعوديه والفرع بتاع امريكا دي فروع او برانشز، انما السنترال اوفيس موجود في مصر. فدلوقتي هم مثلا لو ركزوا على مصر، لو وقعوا السنترلايزد هيقوموا وقعين الفروع، انما هو لو ضربوا فرع واحد مثلا زي اللي في الامارات عادي جدا مش هياثر في حاجه، بس هياثر على الناس بتوع الامارات فقط. فقال لك اول اتاكس بتعرض ليها الوان هي الدينايل اوف سيرفيس اتاكس، فعشان كده بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي الشبكه بتاعت البرانش ما تتعرضش لاتاكس من دي. وعشان كده لما اجي اعمل عمليه امبلمنتيشن اي بي اس بحاول احطه على الفروع، وده اللي هنشوفه كمان شويه. في عندك حاجه ثانيه هي الماليشيس اكتيفيتي انيشيتد باي كلاينت. قال لك دلوقتي لو انت واقف او انت قاعد في المقر الرئيسي بتاع الشركه، ممكن اي كلاينت او اي واحد من اللي قاعدين في الفروع يعمل اتاك عليك انت كسنترلايزد اوفيس. ازاي؟ عن طريق ان هو بيبعت لك ميل وير. يمكن ما اعرفش انت تعرف الميل وير ولا لا، بس الميل وير ده اي شكل من اشكال الاتاكس بتحصل على النتورك او بتحصل على السيستم. الميل وير اصلا اختصارها ماليشيس سوفت وير، اخدوا اول كلمه من ماليشيس واخر كلمه من سوفت وير فبقت ميل وير. الميل وير دي زي بقى اقول لك الفيروس، زي تروجان، زي وورم، زي بوت نت، زي اي حاجه مضره، بقول لك انت ايه ده، انت هتبعت ميل وير. ميل وير ده بقى واخد اي شكل من اشكال الاتاكس اللي احنا عارفينها. فقال لك دلوقتي ممكن اي كلاينت يبعت لي ابلكيشن او يبعت لي ملف او يبعت لي دوكيمنت على النتورك اللي ما بيننا احنا كفروع، والحاجه دي تكون سسبيشس او تكون ماليشس. الحاجه الاخيره ان ممكن حد يعمل لي مان ان ذا ميدل اتاك او يعمل لي سنيفنج على الشبكه بتاعتنا. مان ان ذا ميدل اتاك يعني مثلا الفرع الرئيسي بتاعي بيبعت للفرع بتاع الامارات، فتلاقي في واحد واقف في النص بيشوف ايه اللي بيتم ما بين السنترال اوفيس وما بين البرانش اوفيس. طبعا ده اسمه مان ان ذا ميدل اتاك. فانا عايز دلوقتي يكون عندي اي سنسور او اي حساس او اي حد يمنع لي العمليه دي اللي هي تحصل. عشان كده لو بصيت في الرسمه ديت هيقول لك ده شكل الشبكه الوان، دي شبكه وان طبيعيه. عندي هنا السنترال سايت وليكن زي ما قلت لك ده مثال مصر، عندي هنا شويه سيرفرات سويتشات، وبعد كده في عندي هنا راوترات، دي مثلا موجودين في الاي اس بي اللي موجود هنا في مصر بيوصلوني دلوقتي دي شبكه انترنت برايفت في لان مثلا هنا كمثال، وليكن بقى متوصله ام بي ال اس فريم لاي. اقول لك في هنا عندي برانش وهنا عندي برانش وهنا عندي برانش، ده الشبكه الوان العاديه. طب لو حبيت اطبق عليها اي بي اس او احط عليها اي بي اس، ممكن احط الاي بي اس بشكلين. اول شكل ان انا بركز الاي بي اس بتاعي كسنترلايزد، بركزه هنا عند السنترلايزد سايت بتاعي. يعني دلوقتي اي حد من برانش هيعدي من الانترنت هو داخل هنا على السنترلايزد، اول حاجه هيعدي على الاي بي اس. في نفس الوقت الاي بي اس بيحمي لي السنترلايزد سايت اللي مقابل للفرع ده وده وده. ممكن كمان احطه على السايت اللي تحت. يبقى انا دلوقتي لما طبقت الاي بي اس بتاعي طبقته على السنترلايزد بونت، طبقته هنا. ممكن اعمل الشكل الثاني ان انا بطبقه على البرانشز، كل برانش والداتا بتاعتي خارجه من عنده بقوم حاطط عليه اي بي اس. وبرده هنا لما توصل عند الراوترات اللي مقابله السنترال
سايد بحط هنا اي بي اس، في الحال دي بسميها ديستريبيوتد امبلمنتيشن. بس طبعا لو تلاحظ هتلاقي الحله زي ديت بتتكلف عليك مصاريف كتير قوي. انت هنا يا دوب كنت جبت شخص، انت جبت جهازين اي بي اس، واحد رميته هنا فوق واحد رميته تحت، وكل الاثنين دول مقابلين البرانشز، فالبرانشز بقى يقطعوا في بعض ماليش دعوه. انما دلوقتي اي حد بيجي لي انا كسنترال مقفل الدنيا. انما الحل التاني زي ما قلت لك ان انا ممكن عند كل برانش او كل سنترال سايد بحط عليه جهاز اي بي اس، بس زي ما قلت لك التكلفه بتاعته بتعلى. ده كان بالنسبه للشكل بتاع الوان. في عندنا الشكل الثالث اللي هو الداتا سنتر. الداتا سنتر تاخدها قاعده في دماغك، الداتا سنتر ده احسن او اكتر مكان حساس في النتورك بتاعتي، اكتر مكان حساس في الشركه بتاعتي. في بعض الداتا سنتر لو قرات عن الداتا سنتر او انت سيرتيفايد اصلا في اي شهادات من الداتا سنتر هتعرف الداتا سنتر ديت مش اي حد يدخل جواها. في عندك كذا ليفل من السكيورتي، في بصمه عين، في بصمه صابع، في تحليل دي ان ايه، صوره دم، صابع رجلك الصغير وريه لي، في حاجات كتير جدا كده. عشان كده اقول لك الداتا سنتر كفيزيكال سكيورتي انا بمنع اي حد يخش لها. فما بالك دلوقتي بقى بالفيرشوال سكيورتي، يعني كفيزيكال مش اي حد كده لو انت واقف قدام باب بتاع الداتا سنتر مش هتعرف تدخل. انا منعت الكلام ده، فعايز في نفس الوقت امنع ان اي حد من بره من على النتورك بتاعتي يدخل لي جوه الداتا سنتر. فايه اللي بعمله؟ قال لك بتحاول بقدر الامكان تخلي الداتا سنتر بتاعتك سكيور. وليكن مثلا دي الرسمه بتاعتها. الداتا سنتر بتاعتي هي الداتا سنتر سيرفرز، وليكن مثلا زينا هنا في مصر زي تي داتا، زي اتصالات، زي فودافون، دي الناس اللي بتزود خدمه الانترنت، وفي نفس الوقت عندهم داتا سنتر وعندهم سيرفرات كتيره اللي بتوزع على الانترنت والكلام ده. فانا دلوقتي عندي هنا الابلاينس بتاعتي، انا بنفذها هنا عند الكور نتورك اللي هم اللي مقابلين للعملاء، او الحل الثاني ان انا بنفذها هنا عند الداتا سنتر سيرفرز نفسه. يعني نفس الكلام في الوان، في الوان لما قلت لك يا اما تحطها عند سنترلايزد يا اما تحطها عند برانشز، هي نفس الكلام. يا اما بتعملها هنا عند العملاء او عند النتورك كور، يا اما بتعملهم عند الاي بي اس ابلاينس مديول تحطهم هنا عند الداتا سنتر سيرفرز نفسه، بحيث تعزل دول عن دول او تعزل دول عن دول. بس خلي بالك في بعض الكونسيدريشن هنا لما تيجي انت بتعمل اي بي اس واي دي اس على الداتا سنتر بتاعتك. قال لك الداتا سنتر مصممه ان هي يكون فيها هاي سبيد، تكون سريعه جدا، ما ينفعش تكون بطيئه. ويكون فيها هاي افيلابل كونكتيفيتي، السرعه بتاعتها ما تقلش، ما يحصلش فيها اي ديلي، ما يحصلش فيها اي مشاكل. عشان كده خلي بالك قال لك امبورتنت جدا لو انت بتحط انت كسيستم ادمنستريتور او نتورك ادمنستريتور بتحط الاي بي اس سنسور، خلي بالك الاي بي اس سنسور ما ياثرش على السرعه وعلى الكفاءه بتاعت الداتا سنتر بتاعتك. اوكي. تاني حاجه بيقول لك يفضل ان انت لما تيجي تشتغل في الداتا سنتر استخدم الفيلان انترفيسز على السنسور. هنعرف لما نيجي نتكلم في العملي ان الانترفيس او السنسور بتاعي ممكن نعمل جواه فيلان، نخلي الفيلانز تتكلم بعض بدل ما نعمل ادريسنج وده سب نت وده سب نت. طبعا هنا بيعطيك فليكسبيليتي وبيعطيك سرعه اكتر، يعني لما الاجهزه تتكلم بعض في نفس الفيلان اسرع من اجهزه تتكلم بعض في اثنين سب نت مختلفين. الحاجه الاخيره هنتكلم عليها وهننهي بيها الامبلمنتيشن جايد لاين هي السنترلايزد كامبس او الشبكات الداخليه او الشبكات الصغيره. هنا قال لك نقطة كويسة أوي. قال لك مش معقول كل مرة عايزين نضيف أو نعمل implementation security مش معقول دلوقتي هنروح على كل سويتش ونضيف عليه سنسور. طبعًا هي centralized canvas زي ما قلت لك شبكة داخلية. عايز أعمل بينها security. لو تسمع برضك أو تفتكر من CCNA security إن أكتر طبقة عندك معرضة للأتاكس هي layer 2 أو طبقة السويتش. كام و 90% من الأتاكس اللي بتتم عندك في النتورك دايمًا بتكون internal. فانا دلوقتي عايز اضيف هنا اي بي اس على الشبكه الداخليه بتاعتي. مش معقول همشي على كل سويتش اقوم مركب عليه اي بي اس. قال لك ده خراب بيوت، هجيب فلوس منين لكل الكلام ده؟ لو جيت تبص اصلا هنا في الشبكه بتاعتي هتلاقي في هنا عباره عن سويتشات. سويتش مثلا عند هنا انجينيرنج ديبارتمنت، سويتش عند السيرفر، سويتش عند الفاينانشال، سويتش هنا عند الاتش ار، سويتش عند المدير. طب ايه الحل؟ قال لك الحل ان احنا بنيجي على كل سويتش من السويتشات اللي هناك ديت بنفعل عليه حاجه اسمها الار اس بي اي ان او ريموت سبان بورت. لو تفتكر السبان بورد اختصار سويتش بورت انالايزر، ده بورت موجود في السويتش كل مهمته ان هو متوصل بالنتورك بيجيب لي كوبي من اللي بيحصل في النتورك بتاعتي. فانا هنا لما اجي اعمل امبلمنتيشن الاي بي اس بتاعي في السنترلايزد كامبس كل الحكايه ان انا بجيب الاي بي اس بتاعي بوصله في السويتش الرئيسي او في اي سويتش منهم، وبظبط السويتشات الباقيه دي كلها ان يكون فيها ار اس بي ان او ار سبان ريموت سبان، بحيث بقول له يا سويتش، يا سويتش بي ويا سويتش اي ويا سويتش ايا كان الرمز بتاعه، خد لي نسخ من اللي بيتم عندك على السويتشات ديت وابعتهولي على الاي بي اس. تمام؟ يعني كل فكره الار سبان بورد ان ده موجود في السويتشات، كل فكرته ان هو بيجيب لي نسخه من الترافيك اللي بيحصل على السويتشات
ويبعته للاي بي اس، والاي بي اس هو اللي يحلله ويشوف هل هيعمل له بريفنشن ولا لا. الار اس بان شغال على اللاير 2، وممكن كمان نعمله على الفيلان فقط، يعني بما ان احنا اصلا لاير 2 في كل الحكايه سويتشات، ممكن نفعله على الفيلانز. يعني نعمل فيلان هنا شال السويتش ده، وفيلان هنا شال السويتش ده، وبقول يا فيلان هنا او ده اي حاجه تحصل عندكم خدوا منها كوبي ارموها لي على الاي بي اس اللي موجود هناك. جميل، ده كل الحكايه بالنسبه للعمليه الامبلمنتيشن. فخلينا نراجعهم تاني سريعا. اتكلمنا على اربع نقط بالظبط، هم الانترنت ايدج والوايد اريا نتورك والداتا سنتر والسنترايزد كامبس. يمكن احنا في الشغل العملي بتاعنا هتلاقينا بنتعرض للوان وبنتعرض للسنترايزد كامبس بالشغل مخصوص، يعني ممكن بعض الاشياء ديت او الباقي انت ممكن تتعرض ليهم لو انت ان شاء الله بتحضر لشهاده السي سي اي سكيورتي. فخلينا نراجع سريعا كده على اللي احنا قلناه. اتكلمنا على الكونسيدريشنز لما اجي اعمل عمليه ديبلويمنت او عمليه انستول للاي بي اس او الاي دي اس، لازم بيكون في بعض عند المعايير وبعض الاشياء لازم تكون اوريدي موجوده. ما ينفعش كده اقول لك يلا يا عم حط الاي بي اس وصله واشتغل ونور وخلاص، لا، بعض الحاجات دي لازم بتكون موجوده عندي في الاول. طبعا ده على حسب البوليسي بتاعه الشركه. في شركات تقول لك لازم المتطلبات دي تكون موجوده عندي، وممكن يجي عليهم تفتيش او مراقبه لو انت مثلا شركه مالتي ناشونال او انترناشونال، او شركه مثلا زي فيها داتا سنتر فيها حاجات كبيره يقول لك احنا المعايير دي كلها لازم نطبقها. تاني حاجه اتكلمنا عليها، اتكلمنا على اشهر الجايد لاينز اللي لما تيجي تنفذ نتورك بتنفذها على اساسه، يا اما انترنت ايدج يا اما سنترلايزد كامبس يا اما الوان يا اما الحاجه الاخيره كانت الداتا سنتر. اوكي، بكده احنا يعتبر قطعنا شوط كبير قوي في النظري بتاع الكورس بتاع الاي بي اس. من بدايه المحاضره الجايه باذن الله احنا بنبتدي نتكلم في الجزء العملي. فانت لو كنت قعدت وقت طويل ما بين انك تشوف الاربع فيديوهات اللي فاتوا دول، اقترح عليك ان انت تفر فيهم سريعا كده وتجري فيهم سريعا، عشان في جزء العمل لما نيجي نتكلم هحتاج منك كل كلمه انا كنت قلتها في الاربع فيديوهات بتوع النظر. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.